Both L'Occitane and City want to break the cycles of poverty and to create opportunities for the women of today and the women of tomorrow. من هون إجا التعاون بيننا وبين الأوكستان لأنه هم كمان عم بيعنوا بتمكين المرأة في العالم. هذا الحكي عم يخليهم يكونوا فعالين أكثر ببيوتهم بمجتمعاتهم، قادرين حتى يمكنوا أولادهم وبناتهم ليقدروا هم كمان يكملوا المسيرة.